طيب هنبدأ باللانش الاقتصادي. قبل أي حاجة حاطه حلة مية على النار بتغلي وما فيهاش أي حاجة، مية صافي ولا فيها توابل ولا فيها حاجة خالص. ليه؟ التوابل كلها أنا حطها في اللانش. محتاجة إيه كمان؟ محتاجة خلاط، ومحتاجة مع الخلاط إيه المكونات اللي هتظهر معانا على الشاشة؟ بس معايا 6 بيضات، ومعايا 6 حبات جبنة مثلثات، معايا 8 معالق كبار من الدقيق علشان يربط معانا ويطلع معانا كويس والملمس بتاعه يكون كويس، نص كوباية زيت نباتي، زيت ذرة، زيت عباد، ايا كان، بس المهم يكون زيت نظيف وملهوش ريحة. يعني لو زيت التموين وانت بتجيبيه لقيتي ليه ريحة بلاش تستخدميه في الوصفة، لازم يكون زيت نظيف ابيض علشان ما يبقاش ليه ريحة. معانا 4 مكعبات مرقة فورية، وممكن نشيل المكعبات ونحط مرقة فورية بودر. معانا زيتون اسود واخضر مخلي بالشكل ده، طبعا ده الحاجة الوحيدة اللي مش هتتحط في الخلاط. ليه؟ انا عايزاه يتلف مع المكونات ويطلع لي سليم كده، زي ما بنجيب كوز اللانشون من بره بيبقى الزيتون باين فيه سليم، فانا عايزاه كده مش عايزاه افرمه. طيب معانا ايه كمان؟ معايا ربع معلقه صغيره لون احمر، وممكن يبقى اقل، انا هحط اللي هو نقطه نقطه لحد ما اوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاها واقرب لون زي ما بنجيب اللانشون الجاهز من بره. معانا ايه كمان بقى؟ التوابل بتاعتنا، معلقه صغيره حبهان بودر، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره توم بودر، معلقه صغيره بصل بودر، ومعلقه صغيره فلفل اسود. والفلفل الاسود رغده ده هناخدها ناعم، بس عايزه كمان معلقه صغيره فلفل اسود حب مجروش، يعني مجروش خشن، ما يبقاش يا دوب هو تكسيره واحده كده بس علشان نحطها في الاخر مع الزيتون علشان يبان زي اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. حب ويديله دخلوا لي حب وانا هكسره قدامهم يشوفوه. دي المكونات بتاعتنا، سهله جدا وبسيطه وكلها فوائد. البيض والجبنه فوائد، الدقيق بنستخدمه في حاجات كتير جدا، ومعانا زيتون ومعانا توابل مش اكتر من كده. طيب هعمل ايه؟ هبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هنحط ال6 بيضات، وادي فلفل الاسود علشان الزفاره، واروح حط عليهم ايه؟ الجبنه المثلثات، واروح حاطه مكعبات المرقه. انا ما حطيتش ملح علشان انا حاطه مكعبات مرقه، لما ابقى اخلص الخليط خالص ويتضرب والمكعبات المرقه تدوب معانا هبدا ادوقه، لقيته عايز ملح هديله سنه ملح، مش محتاج واستكفينا بالملح اللي في المكعبات المرقه يبقى خلاص كده. وادي حبهان البودر، البصل البودر والثوم البودر، كل المكونات معانا. ادي البابريكا، فاضل ايه؟ فاضل اللون الاحمر اللي هيدينا اللون اللي هو بتاع اللانشو، وادي الدقيق، وفاضل كمان الزيت. مقدار الزيت قد ايه يا رغده؟ نص كوبايه من الزيت. طيب هنجيب بوله كده مقدارها مقاسها كوبايه اهي، دي مثلا اللي هي مقاس مكان البابريكا. بسم الله، ادي نص كوبايه الزيت مع البيض، وادي مكعبات او مثلثات الجبنه، ومعانا كمان التوابل كلها بتاعتنا. طيب حطيت حاجه تاني؟ لا ما حطيتش حاجه تاني، ناقص لي لون جل وناقص لي دقيق، هحطه امتى؟ لما اخلط المكونات دي كلها واروح نازله بالدقيق. طب وانا ينفع احط الدقيق كله مع بعضه؟ اه ينفع، بس انا عامله 8 معالق دقيق، ما انا ممكن ما استخدمش الـ8 علشان ما يبقاش ناشف معايا ويبدا يشقق، ممكن استخدم 6 بس على حسب ما انا عايزه. فانا هخلط السوائل كلها الاول وبعد كده اشوف هنحتاج قد ايه دي. بسم الله. بصوا كده في توابل وحاجات لازقه في الحرف بتاع الخلاط، بصوا لازم ان انا عشان يبقى في مثلا لو في مكعبات مرقه لازقه في الجنب لو في حاجه ابقى متاكده ان كلها دابت بالشكل ده كده. هعمل ايه دلوقتي؟ عندي الزيتون وعندي الفلفل الاسود الحب وعندي اللون، اللون مش هحطه دلوقتي، اللي هنزل بيه دلوقتي الدقيق. بسم الله، هحط مثلا 3/4 المقدار كده اهو، واشوف القوام بتاعنا هيكون عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلطت كويس والخلاط شغال معايا، بدات ان انا اقلب من جوه علشان ما يبقاش في حاجه متكتله او حاجه معموله في الجنب كده وما اتخلطتش معايا كويس. بصوا القوام بتاع الخليط اهو، انا عايزاه يكون اتقل من كده، عايزاه يكون اتقل من كده. بصوا لا عايزاه اتقل من كده. طيب اتقل من كده نوصل لها ازاي؟ يبقى المعلقتين دي الزياده دول هروح احطهم كده وخلاص. بقى اخر خلطه لينا هروح حاطه ايه؟ حاطه اللون الاحمر الجل. بسم الله. ما نكترش قوي، ما نكترش قوي ليه؟ علشان ما يديناش لون احمر غامق، انا عايزه اللون اللي هو زي ما بنجيبه من بره بالظبط. طيب كده المكونات كلها اتخلطت معايا، فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي الفلفل الاسود الحب وعندي الزيتون. لو انت عايزه الزيتون يبقى قطع مفرومه جوه الخليط بتاع اللانشو يبقى هتحطيه مع الخلاط في اخر ضربه يا دوب يتكسر كده. طب انا مش عايزاه يبقى مفروم، انا عايزاه وانا بقطع الكوز بتاع اللانشو يبقى دوائر الزيتون كده الحلقات باين زي ما هو. يبقى هعمل ايه؟ هخلص الخليط بتاعنا خالص وافضيه في بوله وبعد كده اقلب معاه شرايح الزيتون سليمه علشان يطلع لي بنفس شكل الكوز الزيتون كوز اللانشو اللي بنجيبه من بره. بسم الله. كده لونه حلو قوي ولسه كمان لما يستوي لونه هيغمق شويه، لما ينزل النار اللون ده هيغمق شويه. طيب فاضل عندي ايه؟ ادي بوله وهفضي فيها الخليط ده كله علشان احط فيه اللانشو عشان يظهر معايا سليم. بسم الله. بصوا كده ادي القوام اهو، لازم ننزل كل اللي موجود في الخلاط بالشكل ده كده. ان شاء الله. لا خالص. في مكعبات مرقه وفي بيض وفي دقيق، زبادوق ايه بس؟ والله لو انت عايز تمشي زبادوق احط لك عليه تلج اللي انت عايزه. بصوا كده بعد ما خلصنا الخليط خالص هحط ايه؟ هحط الزيتون سليم شرايح بالشكل ده. قلت لكم لو انتوا عايزين ان هو يكون قطعه مفرومه يبقى هحطه في اخر فرمه من الخلاط، لو انتوا عايزين ان هو يبقى بالشكل ده كده يبقى انا هحطه سليم كده. عايز تحطي اخضر بس ماشي، عايزه تحطي اسود بس ماشي. طيب دلوقتي خلاص اهو جاهز معايا. طيب الفلفل الاسود دوت انا قلت لكم مش عايزه احطه في الخلاط علشان ما يطلعش مجروش معايا ويبقى مفروم. طيب هعمل ايه؟ كيس ثلاجه كده وبظهر السكينه، والسكينه تكون تقيله، وراح عامله كده. بسم الله. يا دوب. بصوا ولا هو سليم ولا هو مفروم ناعم، يا دوب خبطتين كده هنلاقيه بقى زي الفل معانا اهو. وابدا اقلب بقى بالشكل ده كده. طيب ده انا عندي النهارده اللانشون هنسوي بطريقتين، عايزاه كوز زي ما بنجيبه من بره رفيع، يبقى هنعمل ايه؟ محتاجه قالب انجلش كيك، ناخد ده واروح جايبه استريتش غذائي كده. بسم الله علشان هعمله كوز. طيب انا عملته قبل كده بصراحه، ولما باجي اسويه عندي في البيت بعمل ايه؟ بروح جايبه كيس مكرونه سباكيتي، كيس مكرونه سباكيتي والله بجيب كيس مكرونه سباكيتي وبروح حاطه فيه الخليط وبروح ربطاه علشان يديني نفس الشكل بتاع اللانشون من بره. ناس كتير قالت لي لا ازاي الكيس والحراره ومش الحراره، اللي يعجبكم اعملوه، انا عملت كده في البيت عندي. طيب ايه البديل؟ نعمل كده استريتش غذائي وهنعمله كذا طبقه علشان يبقى تقيل معانا، علشان لما نيجي نلف الرول يتلف معانا بكل سهوله بالشكل ده كده اهو. مقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ معانا 6 بيض،
ست حبات جبنه مثلثات، 8 معالق كبار من الدقيق، نص كوبايه من الزيت النباتي، 4 مكعبات مرق الدجاج، وممكن نكون اللي هي الفوريه يبقى افضل بكتير، زيتون اسود واخضر مخلي، ربع معلقه صغيره او يعني مش هنقول ربع معلقه، لون احمر جل على حسب درجه اللون اللي انت عايزاه. والتوابل بتاعتنا معلقه صغيره حبهان بودر، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره توم بودر، ومعلقه صغيره كمان بصل بودر، ومعلقه صغيره فلفل اسود، ديت هنحطها علشان البيض، وبعد كده هنروح حاطين فلفل اسود حب. بصوا كده شايفين انا بلف اهو علشان يطلع لي رول. انا هعمل كده تاني علشان انا محتاجه استرتش تاني، هفرده علشان الف عليه ويطلع لي الرول ملموم. السايب اللي انتوا شايفينه ده مجرد ما ينزل الميه، هنديله مقدار وقت قد ايه يا نونا في الميه؟ يعني من 45 دقيقه ل 60 علشان اضمن ان هو مسك معانا، علشان اضمن ان هو اداني التسويه المظبوطه. ابداوا ب 45 وهيطلع معاكم مظبوط. طب هو نعرف منين ان هو استوى؟ هو انا فرضا دلوقتي وهو بيستوي على النار رحت انا فاتحاه ومطلعاه لقيت ان هو لسه سايل وباظ مني، اعمل ايه؟ لا، الرول نفسه انا هسويه لكم هتشوفوه، الرول نفسه لما نمسكه ولو دخل في السوى او استوى ومسك معانا هتلاقوا حاجه ماسكه. بصوا الخليط دلوقتي سايل، لما نيجي نمسكه هنلاقيه متماسك، فمش هتحتاج ان انت تفكيه الا لما تعرفي ان هو فعلا اتلف معانا وان هو طلع معانا مظبوط. بصوا كده اهو ماشي، واروح جايه كده. بصوا والف من هنا كويس قوي كده، والناحيه الثانيه نفس النظام كده. هكتفي بده؟ لا انا مش هكتفي بده، انا كده مش هينفع ان انا احطه في ميه سخنه، امال اعمل ايه؟ ادي اللي هيمسك لنا المكونات كلها ويتلف معانا بكل سهوله. بسم الله. واجي برضو من ناحيتين واضغط كده اهو. بصوا هيبقى عندي الرول في منتهى الجمال بالشكل ده كده. ده شكل الرول اللي هيطلع لنا. عندي على النار ميه بتغلي، ميه بتغلي ما فيهاش اي حاجه، ولا نحط ملح ولا فلفل ولا اصل احنا ما بنسلقش ولا فراخ ولا لحمه عشان نحط ملح وفلفل اسود. هاخده كده واعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حجم الحله، خلوا بالكم من حاجه زي كده، انا زنقت الرول جوه الحله، يعني الحله ماسكه الرول من ناحيتين كده اهو، الميه مغطيه الرول. طيب نونا لو انا عملت مثلا 2-3 رول والرولات صغيره والحله اكبر منها، ومجرد ما حطيته لقيت ان هو طالع على الوش مش نازل في الارضيه كده والميه مش مغطياه، غطى حله اصغر، غطى حله اصغر من الحله اللي انت تستخدميها، وهتروحي عامله كده علشان تبقي ضامنه ان الميه كلها تسويه واحده. ما ارجعش احطه وهو يبقى طالع على الوش والاقي نصه استوى واجي اطلعه الاقي نص الكوز مستوي والنص التاني مسيل. وما تضطريش برضو ان انت من الناحيه دي نص ساعه او ساعه الا ربع وتروحي قلبان الناحيه التانيه علشان يكمل سواه. طب ما هو البخار اللي هيطلع برضو زياده مع السخونيه بتاعت الميه هتلاقي نص مستوي زياده قوي وناشف قوي والنص التاني طري. فافضل طريقه لتسويه اللانشون الطريقه دي. لو الحله كبيرة عن الكوز وطالع على الوش اهو، غطا اصغر واروح عاملة كده واروح ضغطاه علشان المية تبقى مغطية وكله تبقى تسوية واحدة. طيب ده كده اللانشو الاقتصادي خلص معانا، سهل جدا وبسيط. عاملة منه نسخة طبعا علشان يبقى بارد واجي اقطعه تشوفوه معانا، وهنشوف برضو ده شكله في اخر الحلقة. عامل هنا لانشون اللحمة زي ما حضراتكم، لانشون الاقتصادي زي ما انتم شايفين كده، مغطية بغطا اصغر للحلة ورحت مغطية من فوق، يعني ما استكفتش بالغطا الصغير بس اللي منزل اللانشو اللي تحت، لا انا حطيت كمان الغطا اللي فوق عشان يبقى التسويه كلها واحده ويطلع معانا زي الفل. من اول نص ساعه كده هو تحسبيها راخده على ساعتك، من اول نص ساعه نبدا نمسك الكوز بتاع اللانشو وندوس عليه ونشوف هل هو لسه شويه عليه ولا يعتبر شوف ده الملمس بتاعه مسك معانا ولا لسه قدامه شويه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم.
انا مش عايزه افصل إن عشان يبقوا ايه معايا في كل خطوه نقولها. بسم الله. بص كده يا جمل، بصوا كده، بصوا لما بدوس، شايف يا جمل؟ طري، يعني معنى كده ان هو لسه من جوه ما مسكش المسكان، بس يعني شد شويه ومسك شويه وجمد شويه عن ما كنا حاطينه. معنى كده ان التسويه بتاعته ماشيه تمام. اروح حطاه كده خالص واغطي تاني، ولو لقيت الميه بتاعته نقصت ازودها علشان ما ينشفش مني ويبقى حاجات استوت وحاجات ما استوتش. هسيبه كده. ده اللي احنا عملناه امبارح. طيب ده اللي احنا عملناه النهارده. بسم الله الله اكبر عليك. هنقطعه وهو بارد؟ لا مش هنقطعه وهو بارد، بس هفتح لكم الاستريتش اللي من عليه برضو ونشوف شكله عامل ازاي. لازم يبرد وبعد كده يتحط في التلاجة وبعد كده نقطع. قبل كده لا، بس برضو علشان خاطر عيونكم هنفتح ده وهنفتح ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ده اللي احنا عملناه مع بعض على الهوا وحطيته وسويته قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. وده اللي احنا عاملينه ومبردينه، وهقطع لكم شريحه من ده وشريحه من ده عشان تشوفوا الفرق بين لما بيقعد وبيبرد في التلاجه والفرق بين ان انت لما بتقطعيه في وقتها. بسم الله. بصوا الشكل بين ده وبين ده. ده اتعمل امبارح وقعد في التلاجه اهو. ناشف اهو معايا، ماسك نفسه، لكن ده اهو ماسك نفسه مش سايل ولا حاجه. بس احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان هو يتحط في الثلاجه شويه عشان يمسك. طيب تعالوا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي معايا يا جمل، ده كده اهو هنقطعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي هو لسه ما قعدش في الثلاجه. بسم الله الله اكبر. الزيتون كتير شويه، اه ممكن نقلله مش فيهاش مشكله. طيب ده كده اللي احنا عملناه النهارده ولسه عايز يهدى. طيب تعالوا كده نشوف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام عامل ازاي؟ ولا مكتل ولا في اي حاجه. عباره عن ايه؟ جبنه وبقى وبيض ودقيق وتوابل وزيتون. متهيألي مفهوش حاجة مضرة. اللون الجل اللي عايزاه تعمليه فاتح ما تحطلوش لون خالص زي ما انت عايزة. ده اللي بينفع مع أولادنا، ده اللي هياكلوه. مش هيقولوا لك أصل لأ ده غير، احنا عايزين اللي بره عشان طعمه مختلف. مكعبات المرقة الفورية اللي احنا بنحطها هي اللي بتوصل لنا الطعم اللي احنا عايزينه. اهو ده اللي لسه معمول دلوقتي. ثانية واحدة، ثانية. فعلا براحتك. ماشي بالشكل ده.